ذكر الشيخ عبد الله سراج الدين، الشيخ عبد الله سراج الدين بحر علم كمان، مصلح بسليتات، كان يحفظ 100,000 حديث عن النبي عليه السلام. بهالعصر كان بهالبلاد ما يوجد نظير الشيخ عبد الله سراج الدين، وين راح انت؟ فذكر الحديث عياله، شو بصير؟ عيال بمعنى ايه؟ مو انه له مره اولاد مثل ما فهم بعض الناس، عيال الله بمعنى ايه؟ احكي يا ابو رشيد. أي فقراء الله، أبدا وجدك عائلا فأغنى، فقراء الله فأحبهم إلي أنفعهم لعيالي. وسيدي الشيخ أحمد الرفاعي الكبير الله قدس سره إيش كان يقول؟ عد الخلق كلهم عيالك، وتقول لي بس أنا معي عندي 4 أولاد زوجتهم خلاص ارتحنا، لا، كلهم هؤلاء المسلمون هؤلاء عيالك، اشتغل في خدمة هذا وفي خدمة هذا وفي خدمة هذا وفي خدمة هذا.